أعزائي المشاهدين، جديتنا هي هيبتنا مو كشرتنا. إحنا شعب إذا لقينا اللي ضحكنا نضحك، ضحكتنا صافية تخرج من تحت عوج الضلوع من داخل القلب وتبتسم بعيوننا. شو اللي ضحكنا وشو اللي خلينا جد؟ رايحين نعرف هذا من خلال التقرير اللي راح تتابعوه معانا. شوف الكشرة الأردنية هيبة، هيبتنا بكشرتنا. طبعا الضحكة دايما أحلى ولا لا؟ أيوة. يعني معروفة هي الكشرة الأردنية عند كل العرب إنها هيبة الأردني في الكشرة تاعته، لكن برضو ضحكتنا مميزة. الابتسامة بوجه أخيك صدقة، أفضل شيء. بتحرك عضلات الوجه، شو أحسن من هيك ضل؟ كل الشعب يعني دائما مبسوط ودائما فرحان، ما بفرقش مع الموظف الراتب 100 ولا 1000، كله بضحك عنا ما عنا. موضوع الكشف، احنا معروفين الأردنيين انه شعب كشوف بس قلبنا طيب صراحة. حسب لما واحد يشوفه معلمه بكشر، لما الواحد ما يشوفه دائما بيضحك، اذا في شيء والله بنضحك عليه، ما فيش شيء طبعا الحمد لله وضعنا كشرينها بس، ولكن وقت الجا اذا في شيء نضحك عليه بضحك عليه. الشعب الاردني هيك وكشرته، واذا يضحك يضحك من القلب، يعني ضحكه عفويه تجي نابعه من القلب، من المشاعر، من صدق المشاعر. والله الشعب الاردني بيضحك، بس يا عمي والله هو نفسي ما بيضحك، اذا كانت جيبته ملانه بده يضحك، وجيبته طفران شو بده يعمل؟ وإذا في ضغوط عليه شو بده يسوي؟ في من حكي ولا فيش من حكي؟ يا شيخ جيبتك ملانه. انا جيبتي مش ملانه، بس تبسمك في وجه اخيك صدقه، عشان هيك بنضحك. طبق السنه، فيش مصاري من طبق السنه. طبعا نضحك الحمد لله، ان شاء الله دائما الابتسامه تظل على وجوهنا يا رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. الشعب الاردني السمه الغالبيه هو انه دائما جدي، بس عنده كمان نكته وعنده ضحك وعنده ابتسامه، يعني مش زي ما يحكوا عنا كثير جديين، لكن الجديه كويسه، اصلا الجديه تعطي هيبه للاردني. لا احنا شعب نضحك، يعني هي المقوله اللي انحكت علينا هاي مش مزبوطه، يعني انه شعب هيبتنا بكشرتنا، لا بالعكس كل الشعب هون بيضحكوا عادي، يعني ما شاء الله علينا. كلام سليم، يعني طبعا احنا شعب دائما مبتسم، عينا شايفنا واحنا ماشيين. لا بالعكس احنا شعب بنضحك وبنمزح، واحسن شعب بيضحك وبيمزح اصلا بظل هالظروف اللي حوالينا، احنا الشعب الوحيد اللي صفينا بنضحك وبنمزح، والله يعطيكم العافيه. احنا شعب اكيد ضحوك طيب لا شك، يعني ضحكه مع كشره، بتضحك مع ال11، اضحك ابتسامه واعطي ال11، هي الشعب بيكون مع بعض. لا مبلا بنضحك، بس معروف عنا انه الشعب الاردني دائما كشر. هلا وين بتلاقي اي واحد جاي مغترب بيجي على الاردن بيحكي لي انتم دائما مكشرين دائما مكشرين، بس انا بالنسبه لي دائما بضحك. لانه المره كده تلاقي الطلبات واشياء زي هيك غصبا عنه بده يكشر. بعد ما شفنا راي الشارع اتضح لنا ان احنا شعب نحب الضحكه ونحب البسمه ونحب الامل والتفاؤل. صباحكم طيب اعزائي المشاهدين، مع كل بسمه ومع كل امل جديده.